السلام عليكم وأهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. الدرس السابق شرحنا 12 أداة الأساسية للتعديل في البرنامج، واليوم بنكمل بنفس الموضوع وبشارك معكم بعض الأدوات والطرق المتاحة للتعديل والتغيير على المشروع بحيث نشتغل بذكاء ومهارة وما نضيع وقت وجهد. الدروس السابقة من هذه السلسلة في صندوق الوصف في أول رابط من روابط الدروس السابقة. ممكن تكون انتبهت قبل كذا أنه لما نحدد على عناصر مختلفة بالبرنامج بتظهر عندنا أوتوماتيك Dimensions مؤقتة تتسمى Temporary Dimensions. كيف نستفيد منها؟ خلونا نشوف. الحين حددنا على هذا الحائط، ظهرت عندنا Dimensions بهذا الشكل. هذه Dimensions على كل واحد من نهايتها في نقطة لونها أزرق، هذه النقاط ممكن نسحبها نسوي لها دراج، بعدها بتظهر خطوط وهمية لونها أزرق بس بيقول لك أنت وين تبغى توقف هذا الدايمنشن لون، فممكن تسحبه لهنا. الحين احنا مهتمين مثلا بهذا السبيس ونبغى نكبره، اللي بنسويه ان نسحب هذه النقطة لين المكان اللي احنا نبغاه وبعدها نتركها بتثبت بهذا المكان. الحين نكتب الرقم هنا، بس نضغط داخل هذا المربع ونكتب الرقم اللي احنا نبغاه ونضغط على انتر او نضغط بالماوس باي مكان فكبر لنا هذا السبيس، وطبعا بيتحرك لنا بالاتجاه اللي احنا كبرنا، يعني لو كتبنا الرقم هنا بيتحرك بهذا الاتجاه يعني العكس، ولو كتبنا الرقم هنا بتتحرك بهذا الاتجاه، وعلى حسب انت تكبر او تصغر. وممكن نستفيد من هذه الدايمنشنز المؤقتة اننا نخليها ثابتة. على سبيل المثال طبعا الحين لو ضغطنا باي مكان فاضي او حددنا على عنصر مختلف بتختفي عندنا الدايمنشنز اللي قبل شوي، لكن لو نبغاها تكون ثابتة نضغط عليها مرة ثانية ونضغط على هذا المارك عشان تكون ثابتة. الحين حتى لو ضغطنا على أي مكان ثاني أو حددنا خلاص بتكون عندنا ثابتة هنا. لو تحب تضيف dimensions بهذا الشكل نضغط على DI وممكن نضيف dimension بهذا الشكل، يعني مو لازم تستعين بالdimensions المؤقتة عشان تضيف dimensions ثابتة. هذه dimensions ممكن أيضا نستفيد منها جدا بأننا نسوي constraint أو زي تقييد أو تثبيت لبعض العناصر مع بعض. مثلا هذا الباب نبغى نثبته مع هذا الحائط، نكتب الدايمنشن اللي احنا نبغاه اول مثلا 200 نضغط على انتر وخلاص. الحين زي ما احنا شايفين لما نضغط على الدايمنشن هذا بيكون عندنا صار ثابت، بيكون عندنا زي شكل القفل او اللوك، لو ضغطنا عليه بيكون خلاص دائما المسافة بين هذا الدور وبين هذا الول ثابتة، حتى لو كبرنا أو صغرنا مثلا حركنا كذا بنشوف أنه دائما يتحرك معه وما راح تتغير المسافة اللي من هنا لهنا اللي إحنا حددناها، سواء سحبنا بهذا الشكل كبرنا صغرنا دائما الباب بيتحرك مع هذا الحائط. ثاني طريقة بنعدل فيها على المشروع بأننا نستخدم أحد الأدوات المهمة وسهلة الاستخدام اسمها Match Type Properties، اختصارها على الكيبورد MA، ولو نسيت الاختصار بنروح Modify وبعدها بالكليبورد. هنا هذه هي الأداة ودائما بتلقى طبعا الاختصار لو تحب تتذكره بين القوسين، نختارها في Contextual Tab لسه ما في ولا شيء مهم في هذه Multiply بنشوف استخدامها بعد دقائق. لكن هذه الأداة وش فايدتها؟ فايدتها أنه ناخذ خصائص أحد العناصر ونطبقها لعنصر ثاني بشرط أنه يكون من نفس الكاتيجوري أو من نفس الصنف، بمعنى أنه لازم من حائط الحائط أو مثلا من دور الدور أو من ويندو الويندو وهكذا، يعني ما ينفع ناخذ من حائط ونحطها على دور أو مثلا من ويندو ونحطها على دور، يعني لازم يكون من نفس الصنف. فاللي احنا بنشوفه هنا أنه انضغفت شكل الفرشة جنب السهم، الفرشة لونها أبيض، هذا معناته أن الفرشة فارغة، بس هو مجرد visual presentation عشان تعرف هل هي فيها خصائص أي عنصر ولا لا. الحين لما نضغط على أي عنصر بيكون لونها أسود، نشوف بمعنى أنها تعبت. وممكن طبعا نروح نضغط على أي wall ثاني بحيث أننا نغير خصائصه بيصير curtain wall. الحين لو نبغى نفرقها طبعا ممكن نطلع من الأداة تماما ونروح نختارها مرة ثانية أو نكتب الاختصار، بس في طريقة ثانية نفرقها ونرجعها لونها أبيض، بس نضغط على أي مكان فاضي فصار لونها أبيض بعدها، بس لسه ما طلع لنا من الأداة يعني ما سوينا كانسل. بعدها مثلا نختار نوع مثلا دور ثاني، مثلا اخترنا هذا ونبغى نغير
هذا الدور نضغط عليه فكذا غير المية. طبعا أكيد بيحتاج أن نضبط بعض التعديلات، بس هذه استخدامها بطريقة بسيطة. طب خلونا نشوف الملتبلاي اللي ظهرت عندنا، بس خلونا نروح للفيرست فلور عشان ما يجيب لنا ايرور بالحوائط والدورز. نضغط على طبعا اختصارها MA في الكيبورد، أو نروح نأخذها من الموديفاي. الحين حددنا مثلا على هذا الكرسي فصارت موجودة معنا. اللي بنسويه نضغط على Select Multiple عشان يسمح لنا نحدد مجموعة من العناصر، فنحددها بالكنترول. مثلا حددنا على كل هذه الكراسي، بعدها نضغط على Finish، فكذا بدقيقة واحدة غير لنا مجموعة من الكراسي لنوع ثاني. فهذا اختصارها واستخدامها ببساطة. بنشوف الحين مع بعض باقي التولز اللي موجودة في الكليب بورد. لما نروح للموديفاي احنا تكلمنا من الكليب بورد على الماتش تايب بروبرتيز، وباقي لنا هذه الثلاثة أدوات اللي هي الكت والكوبي والبيست. والبيست فيه سهم صغير، لما نضغط عليه بنشوف انه فيه مجموعة من الاختيارات كلها أسهل من بعض. بنشوفها الحين سوا. اللي بنسويه انه بنفتح واحد من الاليفيشنز وبنفتح 3D. انا بس أضفت بعض الليفلز علشان نشوف هذه الاختيارات وبنفتح 3D. بعدها بنضغط على WT وZA. حلو. بعدها بنرسم حوائط، نضغط على WA أو بنروح من الأركتكتر ونختارها من هنا. بنرسم بس أي شيء بسيط علشان نقدر ننسخه أو نلصقه ونشوف الاختيارات اللي موجودة عندنا، مثلا بهذا الشكل. أوكي، هذه الوولز بنحددها ونغير في البروبرتيز لأنها واصلة لليفل 3. بنقول له لو سمحت لين ليفل 2. تمام. الاختيار الأول اللي هو Control X، اللي هو هذا الاختيار اللي هو شكل المقص. Control X الكت بتختلف عن الديليت اللي على الكيبورد، أو لما تحذفها عادي تحددها وتضغط على ديليت، لأنك لما تضغط على Control X كأنه سويت كوبي وبعدها سويت ديليت. يعني الحين لو لما نضغط على Control V اللي هو على فكرة أول اختيار من هنا Paste from Clipboard، هو هذا الاختيار. ونقدر طبعا نتحرك على كل الاتجاهات طول ما انه ما ضغطنا على كونسترين. اول ما نحط عليها صح بنشوف انه ما نقدر نتحرك الا بشكل طولي او عرضي، نشيلها عشان نتحرك بأريحية. وممكن لو نبغى نسوي لها بيست بنفس المكان اللي اصلا كانت فيه نضغط على صفر، نضغط على انتر، فكذا بالضبط سوى لها بيست بنفس مكانهم. الاختيار الثاني اللي هو الكوبي، طبعا ممكن نسوي من هنا او ممكن نضغط على الكيبورد كنترول سي وكذا يكون نسخناها. حلو. الحين بنشوف اختيارات البيست. الاولى خلصناها بيست فروم كليب بورد اللي هي كنترول بي العادي. ممكن نختار نشوف الاختيار الثاني align to selected levels. لما نحدد عليها قبلها شوف بيطلع لك ايضا description او شرح، لو تبغى تعرف دائما الشرح لو مثلا نسيت او شيء ممكن بس تحط الماوس على الاختيار وبيبين لك طريقة الاستخدام. نضغط عليها بيكون يجيب لنا كل الليفلز اللي اصلا موجوده عندنا وممكن نحددها. اضغط على كنترول واستمر، حدد على كل الليفلز اللي تبغى تنسخ هذه الحوائط لها واضغط على اوكي. فكذا ضغطه زر سوى لنا بيست لكل هذه الحوائط. طبعا هذه جدا الاوبشنز بتفيدك لما يكون عندك مثلا ريزيدنشال بيلدينج او مبنى تجاري او مبنى سكني ويكون المخططات مشابهه لبعض، تحدد عليها ممكن تسوي لها جروب بعدها تسوي لها بيست، ولا أسهل من كذا. وحتى بعدين لما تعدل عليها بما أنها جروب تتعدل على كل الطوابق. نتراجع ونشوف الاختيار اللي بعده، نختار Control Z. الاختيار الثاني بيست Align to Current Level. لما نروح مثلا الليفل 2 نضغط عليها فتح لنا إياها هنا. ممكن طبعا زي ما قلنا نسحبها دراج نحط البلانت مع بعض، بعدها نضغط على Control V. بس ما نبغاها نضغط على Control V وإحنا نحركها ونتأكد وينها، لا، اللي بنسويه نروح للبيست أوبشنز ونختار Align to Current Level، بيسوي لنا بيست بنفس المكان بالضبط. مثلا نروح لليفل 3 ونسوي نفس الشيء مثلا، فجد دائما كلها زي ما إحنا شايفين في 3D كلها بنفس المكان. الاختيار اللي بعده بيقول لنا Align to the same place. كيف نستفيد من هذا الاختيار؟ خلونا نشوف مع بعض. بنسوي Delete Level 2 و Level 3 نحدد عليها. بنحدد على Level 1 مثلا ونختارها من Level 1، لا ما نبغاها Level 2، نختارها Unconnected وبعدها نقصرها دقيقة مثلا ونضغط على Enter.
الحين حددنا عليهم، نسوي كوبي مرة ثانية بالخصائص الجديدة، بعدها بنسوي لها بيست، بنختار align to the same place. أول ما نضغط عليها بيجيب لنا طبعاً error لأنها بتكون حوائط فوق بعض، بس بنضغط عليها بيجيب لنا الايرور، مو مشكلة. بنختارها من level 1 لكن نبغى نرفعها شوي، نضغط على enter، الحين صارت فوق بعض. بعدها ممكن نحدد هذه الحوائط، هذا يعني كمثال، مو شرط، ممكن يكون في استخدامات ثانية تشوفها مناسبة، ممكن نغير نوع حائط ثاني. فمثلا ممكن نستخدم هذا الاختيار بالمثال اللي قلت لكم عليه. الاختيار الثاني align to pick levels، نحدد عليها، نحذف هذه اللي حد سويناها قبل دقائق، نضغط على التاب بحيث انه يحددها كلها ونسوي لها ديليت. نحدد هذه الحوائط مرة ثانية، نخليها من level 1 الى level 2. تمام، طبعا اول ما نختارها ليفل معين ما راح نقدر نكتب ارقام، بيكون هو اللي يحدد لنا الارتفاع، فنسخناها كذا. بعدها بنختار الاختيار الثاني، بنختار ايش؟ align to pick level، لما نضغط عليها بيسمح لنا نسوي بيك للليفل اللي احنا نبغاه، اما من 3D او من فيو او من اي فيو ثانيه، ممكن 3D، ممكن تكون من سكشنز، من elevations. مره ثانيه خلينا نشوفها مثلا من على الاليفيشن، نختارها ونختار اي ليفل ثاني نسوي له بيك. فكذا بيسمح لنا نختار بعض الليفلز ونسوي بيست فيها، وتقريبا هذه كل الاختيارات المهمة اللي موجودة في البيست بهذه الاوبشنز. ومن الادوات المفيدة نستعملها لما نجي نشتغل اللي هي create similar، وهذه الاداة ممكن نوصل لها بثلاثة طرق، ممكن نروح للموديفاي ونختارها من التولز من هنا، او اننا نستخدم الاختصار لها CS على الكيبورد، او ان نضغط في الماوس رايت كليك ونختارها. بس زي ما احنا شايفين لما نضغط في الماوس ما هي من ضمن الاختيارات كرييت سيميلر، وايضا هنا ان اكتف، وحتى لو ضغطنا في الكيبورد الاختصار سي اس ما راح تشتغل معنا. فكل اللي عليك تسوينه لازم في البدايه تقول له يسوي لك سيميلر من ايش، لازم تحدد على العنصر. فمثلا حددنا على الكيرتن وول، الحين صارت اكتف، ممكن نضغط عليها ونبدا نرسم الحائط بهذا الشكل، أو أن نستخدم الاختصار نحدد عليها مرة ثانية، نضغط على CS Create Similar ونرسم بهذا الشكل، وأخيرا نضغط في الماوس Right Click ونختار، صارت موجودة طبعا من ضمن الاختيارات Create Similar، وممكن نرسمها. هل هي بس مع الحوائط؟ لا، مع كل العناصر. نسوي لهم Delete، مثلا اخترنا على هذا الكرسي نحدد عليه، نختار في الماوس Right Click وممكن نختار Create Similar ونحطه بالمكان اللي نبغاه. يعني لو نسيت الاختصار ممكن تستخدم الماوس رايت كليك، اسهل من انك تروح للاداه. وايضا مع نفس الشيء ممكن تختارها، نضغط على سي اس مره ثانيه سي اس ونحطها مثلا بهذا المكان. فهذه التول بتساعدنا ان نسوي من العنصر مثلا كوبيز كعنصر مختلف، بس بدون ما اننا نسوي له كوبي، اسهل ان نختار كرييت سيميلر وبعدها نتحكم فيه بسهوله. الثين لاين بيساعدنا ان نشوفه بشكل اوضح، اختصارها على الكيبورد TL، بنشوف انها صارت اما غامقة او فاتحة. لو نسيت الاختصار بتكون التول موجودة عندك في التول الكويك اكسس تول بار اللي في الاعلى، هذه الاداة ممكن تضغط عليها او تشيلها، واختصارها طبعا مكتوب بين القوسين، وممكن ايضا توصل لها من الفيو تاب، بتروح وتضغط عليها من الجرافيكس من هنا، ممكن تضغطها او تشيلها، بتساعدك انك تشوف بدقة أكثر، ولما تضغط عليها بيزيد 1 بكسل لكل العناصر من ناحية الوث بهذا الشكل. فطبعا تشوف الطريقة اللي أنت تبغى تشوف فيها العناصر بشكل أوضح أو تضغط عليها. طبعا هي ما تفرق في الطباعة أبدا وما لها دخل أو ما لها علاقة في اللاين ويدز، هو مجرد برزنتيشن أو عرض في الشاشة. آخر نقطة بنتكلم عليها اليوم اللي هي سناب، وطبعا من الفيتشرز اللي جدا مهمة في ريفت، خصوصا لما نجي نرسم الحوائط بيجيب لنا سناب لنقاط معينة. خلونا نشوفها مع بعض، نضغط على WA أو من الاركيتكتشر نختار وول. احنا الحين طول ما احنا نبغى نرسم بيجيب لنا نقاط معينة باللون الفوشي بأشكال مختلفة، أكيد تعني معاني مختلفة، مثلا شكل المثلث الميد بوينت، شكل المربع الإند بوينت، شكل الإكس في انترسكشن وفي نيرست. طبعا لسه في اختيارات جدا كثيرة او نقاط جدا كثيرة، لكن لو نبغى يسوي لنا اوفر رايد بحيث انه يجيب لنا نقاط معينة، مثلا نبغى دائما يجيب لنا الاند بوينت، اختصارها على الكيبورد SA. وعلشان ما تنسى الاختصارات
طبعا زي ما احنا شايفين كذا دائما جاب لنا اياها للاند بوينت عشان ما تنسى الاختصارات. بتضغط دائما حرف الاس من سناب في البدايه، بعدها مثلا نبغى يجيب لنا انترسكشن نضغط على حرف الاي بس عشان يكون سهل عليك انك تتذكرها. لو نبغى الميد بوينت اس ام فبيجيب لنا بس للميد بوينت من اي نقطه احنا نبغاها. لو نبغى نرسم بيربنديكولر او عمودي نضغط على دبليو اي. خلونا نرسمها مايل عشان توضح معنا. طبعا ما رح يشتغل البربنديكولر الا لما نبدا نرسم، يعني نبدا نرسم ونحط الحائط بدايته. الحين عشان عندنا كذا ريفرنس بنشوف انه يجيب لنا نقاط مختلفه، لكن لو نبغى نرسمها بس بهذا الاتجاه ويسوي لنا لوك على هذا الاتجاه بنضغط في الكيبورد اس بي، فكذا كاننا مسوين لها كونسترين او مقيدينها انه بس تتحرك بشكل عمودي. لو نبغى نسكر السناب تماما نضغط على الكيبورد اس او، فكذا خلاص حتى لما نضغط على اي مكان لما نضغط على اس او في الكيبورد بنشوف انه كاننا سكرنا سناب، كاننا قلنا له سناب اوف. هذه كل الاختيارات موجوده لما نضغط في الكيبورد. نضغط على دبليو اي نبغى نرسم حائط، نضغط في الماوس رايت كليك نختار سناب اوفر رايت، وكل هذه النقاط تقدر تختارها من هنا. مثلا اخترنا للسنتر، الحين لما نجي نرسم بس بيجيب لنا السنتر. لما نضغط في الماوس رايت كليك نختار مثلا نوع ثاني الميد بوينت بيجيب لنا بس الميد بوينت. نفس الاختصارات لو نسيتها ممكن تستعين بهذه القائمة. ممكن نختار turn off override off علشان ايش ما يجيب لنا الميد بوينت، خلاص يرجع ويجيب لنا كل النقاط الثانية. الاختيارات اللي لونها grey مثلا هي البربنديكولر، والاختيار اللي تحته بتكون active لما تبدأ ترسم. يعني مثلا نحطها نبدأ نرسم بعدها نضغط في الماوس سناب اوفر رايت وكذا اشتغلت معنا هذه الاختيارات. تبغى تسكر سناب تماما بتسكره من هنا. فلو نسيت الاختصارات دائما نضغط في الماوس رايت كليك واختار كل هذه الاوبشنز من هنا. وايضا ممكن تشوف هذه الاختصارات وتتحكم اكثر في سناب من قائمه مانج. نروح للمانج وبعدها عندنا هنا سناب من السيتنجز، وعندنا كل هذه الاختيارات من هنا. مثلا لو تبغى تطفي سناب تماما حط صح هنا سناب اوف، وهذا اختصارها لو نسيت، وبعدها الاوبجكت سناب على كل هذه النقاط. اي واحدة من النقاط ما تبغاها تشتغل معك ابدا شلها، ودائما ممكن طبعا تشوف الاختصارات من هنا. لو تبغى تغير على الزيادات، يعني ممكن ترسم بيرسم لك كل كم مثلا 1000 120 5، ممكن تغيرها من هنا كاطوال او كزوايا، ممكن تتحكم في هذه الاعداد من هنا. وهذه أهم المعلومات المتعلقة بالسناب. وبكذا نكون خلصنا الدرس الثالث. أتمنى كل المعلومات كانت سهلة وبسيطة الفهم. بالنسبة لي أحيانا أتعمق شوي بالتفاصيل بس بشرح زي ما أحب ينشرح لي، لأنه كل المعلومات بتبني على بعض ومن الأفضل نكون ملمين بالأساسيات. لو استفدت من هذا الفيديو أشعرني بالضغط على زر الإعجاب، وشكرا لك للمشاهدة للآخر. نلتقي في درس الأسبوع القادم. في أمان الله.